السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادة الكرام. النهاردة الجزء الثاني من مهنة المدرب، وطبعا اللي متابع القناة يعني متابع قوي من الأساطير اللي بحبهم أحلى تحية لكم، عارفين إن أنا نزلت الجزء الثاني بس يعني للأسف يعني حذفت حطيته في الخاص. طيب ليه يا بنبار حطيته في الخاص؟ لأن باختصار كنت حاطط فيه يعني كده بعض اللقطات للدعم لإخواننا في فلسطين وغزة، فللأسف يعني اليوتيوب الجميل إداني يعني إنذار وحاجات كده يعني مخالفات ارشادات المنتدى وحركات كده بتاع، فقررت يعني اني اشيله واحطه في الخاص. المهم قبل ما نبدا المقطع تنسوا تصلوا على النبي وادعوا لاخواتنا في فلسطين ان شاء الله ربنا ينزل عنهم الغمه، ومش عايز اطول عليكم البدايه، خلينا نبدا. بس قبل ما نبدا لايك اشتراك القناه، انت عارف اني بحبك يا اخي فتبخلش عليا بالاشتراك واللايك وبس. طيب يا جماعه النهارده 8 اغسطس عندنا مباراه مهمه جدا في الانترناشونال تشامبيونز كاب ضد نادي روما. بس قبل ما نبدا طبعا عايزين نعمل يعني تكتيكات كده من مدير خطه اللعب. فزي ما انتم شايفين بلعب ب 4-3-3، زي ما انتم شايفين مستوى اللعيبه كله ابو كلب، هنحاول نغيرهم. طبعا الميزانيه للاسف 3 مليون وميزانيه الراتب حوالي 825,000 دولار. بعتنا الكشافه وشاف اللاعبين قائم حاليا سيصدر تقرير قريبا، هنستنى التقرير ونروح نلعب مباراتنا ضد روما. دي باصه اوكي يلا او ماي جود. او شيت الحارس شالها، ربك ستر. حط في العرضه في العرض. ارجع معايا سهلة. لا ما يجيبوش جول. نعوض ان شاء الله. يلحقها يا غبي يا جماعة. لا يا جماعة. هجمة مرتدة. تصرفها ازاي؟ ياه. يا اخي حتى الحرطه كله في كل مكان عرضه، يعني يا جماعه شت. ثواني مش تسلل. ابوه يا جماعه كتير يا جماعه. اوكي الفريق ابو كلب بس مش قادر نحصر. لا فيها مشاكل. بره يلا صفر. رحمنا، شكرا يا حكم يا كلب وتفو عليك انت وتحكيمك. كالعادة يا جماعة خسرنا 4-0، بس ده ابدا ما يدلش على اننا يعني مش متطورين. اخر المجموعة عندنا نقطة واحدة والمباراة اللي تعادلنا فيها مع اكس، وللاسف خسرنا من اولمبيك ليون برضو 1-0. خسارات مدويه. يوم التفاوض الكشافه رجعوا، طبيعي مركزنا الرابع في الانترناشونال تشامبيونز كاب، بس قدرنا ان احنا ندخل لميزانيه الراتب 110,000 دولار مكافاه جائزه المسابقه. شكرا. نشوف المفاوضات، اكتشاف اللاعبين، في لعيبه جديده. اوكي خلينا نشوف اللعيبه الجديده اللي جت. ادالنا مدافع قوته 69 ولكن عمره 32 سنة وطوله 158. اوكي بيلعب بقدمه الشمال. حلو بس طبعا اوكي طيب تمام. وادانا مهاجم او ادانا جناح شمال. اوكي 68 بيبلغ من العمر 25 بطلع الجواز. ما علينا يعني عمره 25. اوكي بس كده يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، في انتظار الرد. شكرا. لحد كام نقدر ننزل معاه؟ اوكي لحد 700,000. هل الميزانية تسمح؟
تسمح بإذن الله. بالنسبة لراتب اللاعبين نقدر ننزل معاه لحد يعني عمره كبير، أنا آسف سامحني اعذرني كتير عمرك يعني كتير، ف بس كده اوكي نقول له ليتس جو ونستنى الرب. اوكي ولا المباراة الأولى لينا في الدوري الأسباني، ننهي الموسم ده في الترتيب الستاشر أو أعلى، هل هنقدر إن احنا نحقق الهدف ده؟ خلونا نشوف إلى المباراة التالية. ضربة البداية، طيب بسم الله ضربة البداية، الله ياخد الحالة الله ياخد الحالة يا عيب الشوم. ده مش هدف، ده صاروخ. حلوة سو فعلناها، وكويس يا جماعة انها جت في بداية المباراة، كويس انها جت في بداية المباراة، لان ده يعني شوفوا والله اسطورية، والله العظيم اسطورية، لان ده يعني هيساعدنا كتير ان احنا نقدر ان احنا نتقدم عليهم ونعمل رومنتادا تاريخية باذن الله. ملعب ضم، شكرا. بتو ازاي سهلة يا حارس حمار يا كلب، والله كانت سهلة يا كلب يا كلب، كنا متعدلين بسببك والله. كيف جع الحمد لله الحمد لله، شفت اللمسة واللعبة، شفت اللمسة واللعبة والله. 87 في امل في امل نكسب، في امل نجيب الجيم. قول لا قسما بالله لو ما جبت التعادل خسارة 3-2. خسرنا المباراة 3-2، واضح ان الموسم ده هيكون فيه معاناة كبيرة على مستوى الدوري، ومش عايز انهيه في المستوى 16 ابدا، بالعكس انا عايز اكون من الفرق اللي في بداية الترتيب عشان العب شامبيونز ليج، فده ابدا مش كويس النتيجة دي، انا اسف خذلتكم، يعني المفروض اقدم اداء اقوى وافضل من كده. اوعدكم ان المقطع الجاي باذن الله هتشوف تدريبات قاسية لكل اللعيبة بنت الشاشتي، بس لو عقبوا بيه اكتر من كل ده ان الحارس اكيد يا اما هيطلع بره يا اما هيتقتل جوه النادي. بس لو عقبوا بيه اكيد ان الحارس الكلب المعفن ابن اللذينه ده هيطلع بره النادي، انا بعتذر بالنيابه عنه، سامحونا يا جماعه. فان شاء الله المقطع الجاي يكون اقوى، بس اهم حاجه لايك للقناه عشان هو ده السبب ان احنا ما خسرناش، لانك ما حطيتش لايك فعشان كده خسرنا 3-2 بسببك. طبعا زي ما انتم شايفين جدول الترتيب احنا في المركز ال11، واكيد ده مرضي جدا يعني الاداره، بس بالنسبه لي انا كابين باور ومدرب محترف متمرس، وانتم عارفيني طبعا مش محتاج اني اتكلم، ده بالنسبه لي حاجه كلبه، مش معقوله برشلونه في المركز ال11 وريال مدريد في المركز الاول، مستحيل. فاوعدكم ان شاء الله ان في امل المقطع الجاي اني اعدل كل ده باذن الله يعني. المباراه الجايه هتكون ضد اتلتيكو مدريد.